محمد احمد محافظه بني سويف، شغلي هنا في سيدنا الحسين. طبعا الاحداث دي خلتني اصر ان انا مش همشي من هنا الا لما مرسي يرحم. دخلت انا شارع هنا مقفول، فبالتالي سيطروا عليا ومسكوني من ايديا، فكان في حشد هنا كبير من الاخوان، وطبعا يعني كلكم بيضرب، بنيات حديد ملبوسه في الايد، مطاوي، يعني انا واخد ثلاث ضربات. بص حضرتك في ثلاث ضربات اهي، ضربتين تحت البلاستر ماشي، وهو بيضربني الاخوان اللي ملفوفين حواليه بيقولوا له طهر الدم الفاسد، اديله طهر الدم الفاسد، اضربه يعني طهر الدم الفاسد. فما اعرفش من امتى دم المصريين كان فاسد، الساعه 12 لحد ثاني يوم الساعه 4 لحد ما النيابه جت خدتنا، لا ميه ولا اكل ولا اي معامله حلوه غير الالفاظ القذره من الدكتوره اللي معاهم، اللي هي يعني ربنا ينتقم منها، والاثنين الدكاتره التانيين لازم يرحم. الراجل ده عمل فتنه ونزل الاخوان للثوار، نزول الاخوان للثوار دي اكبر غلطه.